اليوم أو بكرة لازم ترجع على الهيبة، بس لازم يكون معك قرار، يا بدك تبقي يا بدك تفلي. بعرف عندي ماضي ونقط سودا ما بتنعد، واني عامل اشياء صار في برقبتي اثنين، والثالث الله اعلم شو رح يصير معه. ما سمعت عنا بعد. من شوي اجوا الدرك واخذوا الدب على الفصيله. انا اليوم بدي اخذ ابني وسافر. الدب لازم يطلع مهما كان ثمنه.